الهداني وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتق بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان وامتن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. قولوا آمين. آمين آمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج اقرأ وارتقي. ورد اليوم بداية سورة الزخرف من الآية الأولى إلى الآية 14. ومعي ومعكم ثلاث ضيوف في الاستوديو، نتعرف على ضيوفنا ونسمع منهم إن شاء الله الورد من كل ضيف من ضيوفي. ضيف الأول الشيخ أسامة محمد. أهلا بك شيخ أسامة. أهلا بك شيخ. منور شيخ أسامة. منور. ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. ويحفظك وموفق إن شاء الله. إن شاء الله. ضيفنا الثاني الشيخ محمد الشاذلي ولا الشاذولي؟ الشاذلي. الشاذلي. منور شيخ محمد. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك وموفق إن شاء الله شيخ محمد. إن شاء الله وإحنا سعداء بالبرنامج والله وبقناة الرحمة الفضائية. الله يحفظك شيخ محمد. الله يبارك فيك. ضيفنا الثالث الشيخ جمال دويدار. منور شيخ جمال. ربنا يبارك لك شيخنا. ربنا وموفق ان شاء الله. ربنا يبارك لك شيخنا. الله ينفع بك مولانا. ورد اليوم قلنا مع حضراتكم في سوره الزخرف من الايه الاولى للايه 14. نفتح المصاحف ونسمع لضيوفنا وبعد كده نسمع لحضراتكم باذن الله تعالى من خلال الاتصالات. يبدا الشيخ اسامه مشكورا ماجورا بقراءه الورد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هنوصل بقى إن شاء الله عشان إحنا نتفق كده عشان إيه ما نخليش مع بعض وما نزعلش من بعض. هنوسط المنفصل إن شاء الله أربعة، يبقى المتصل والمنفصل أربعة إن شاء الله. حاضر. ماشي؟ إن شاء الله. اتفضل يا شيخ محمد. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. تبتدى القصر ولا إيه؟ تبتدى القصر صح؟ إن شاء الله. طيب كم القصر إن شاء الله؟ كم القصر عشان ما تلخبطكش بس. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن